السلام عليكم. مرحبا. هذول البيجامات، هذول البيجامات مايك اصليات قديش في مننا عياسي؟ هذا محل ماركة ومثل هيك بيجامه 1200 دولار، يعني اكيد انت ما فيك تاخذ. يعني بصراحة عجبني، يا ريت تفرجيني موديلات او اعطيني عياسي خليني اقيسه بالاول. لا يا اخي انا ماني مضطرة خليك تقيس من عندي بضاعة مشان تخربهم، يعني بس انه ها اني انا قست. لا ما في داعي، في محل هون جربنا اسعاره كتير رخيصة فيك تاخذ منه. بس انا ما حكيت عن السعر، انا بس طلبت على قياسي خليني اقيس. اخي انا ماني فاضي لك، اجاني الزباين. انت كثير مبين ابن عالم الناس، شوف هيك الموديلات بتناسبك، هيك الموديلات كثير حلوه بتناسبك. انت محمد دايما بساعد يوتيوب؟ ايه انا اسمع جفيك ما جبت موديلاتك. طيب مو كان تحط صوره؟ متشرف انا شفتك والله لازم، يعني شفتك معرفتك. الشرف. انا محمد ديمو، مشهور على اليوتيوب، الانستغرام، فيسبوك، التواصل الاجتماعي. مش ما عرفتي هذا محمد ديمو اذا نقيل كثير مليونين هذا. والله جد يعني. انا في شكرا. اهلا وسهلا. مش عرفتك معرفتك. الشرف. سعيد والله. الله يسعدك يا رب. السلام عليكم. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. سلامة. تواخذني اللي ما بيعرفك بيشغلك، شو رايك تجرب هيك كثير رح تقبلها؟ لا لا لا، ما غيرت رايي صراحه، لانه بزنس ماي محلات برا ارخص احسن، انا هون المحلات ما بتناسبني، او بالاحرى هو اللي بس ما بتناسبني، الاخلاق ما بتناسبني، لانه بدي اياك تعرف ما تحكي مع المظهر، ومو شرط اذا كنت غني على التقدر اشتري. ثاني شيء، الغنى ما بيجي بالمظهر، حتى لو كنت فقير اصلا عيب عليكي تعاملي الزباين بهالشكل وتكسري بخاطرهم. تخيلي لو كنت فعلا فقير وما معي هيك تتعاملي معي وتكسري بخاطره، انا بشو احسن منه للفقير؟ شو الفرق بين الغني والفقير؟ ما كلياتنا بشر. حسبي الله ونعم الوكيل. خليني ادفعك تكبير. فعلا الواحد ما لازم يحكم عن المظهر. هاي الفكرة بتمنى توصل لكتير ناس، لأنه التكبر والحكم عن الشخص من المظهر أبداً مو حلو. عكلين يا جماعة، طبعاً أسعار محلنا مو هيك أبداً، بس نحن حاولنا نوصل فكرة لمحلي. أخواتي سبورات ديمو عاملة عروضات كتير حلوة بإسطنبول بأسنيور ميدان مقابل حلويات سلورا، هذا العنوان. أسعارنا كتير حلوة، تعال عندي خود أي قطعتين بدك ياهن، بتاخد طقم بيجا كاملة مجاناً، طقم بيجا ما كاملة من عند سبورات ديمو بس، يعني إذا أخذت كمستين تأخذ بيجا مجانا، أخذت بنطلون وكنزة بتأخذ بيجا مجانا، شو ما أخذ أي قطعتين أخذت من عندي بتعطيك هدية طقم كامل بيجا. بانتظاركم سبورات ديمو، أسعار غير كل اسطنبول. تحياتنا لكم، السلام عليكم.